ويلكم، اهلا ومرحبا. نعود جديد، سوينا سيارات الكهرباء اخر مره والحين عندنا سكان. بس هالحلقه هدفها ثاني، بنشوف نزيد شوي الضرائب وامتيازات المدن. نبغى نشوف هاي الخدمات اللي موفرها، بتضرب لنا المدخول ضرب، لكن بتجيب لنا ناس وعندنا ندفعهم الضرائب، الناس العاليه مثلا ولا غيره، وبنخطط شوي حق المدينة شو يسوي هذا الشيء. هذا مثلا في شغلاتنا نحن نسويها، الخدمات ممكن طرشون الناس، مثلا يوجهون الناس لاستعمال الماي، خلي الاستهلاك الماي، لكن عليه تكلفة، كل مبنى بيضرب عليه $5. يعني خلينا نجرب مثلا، نحن عندنا أزمة ماي، بنبني مو مشكلة، عندنا مثلا ويستج ولا ماي ولا غيره، خلينا نشوف شو موجود. مثلا ممكن نمنع، نقلل الحرايق اذا نبغى نزيد الدخل، ونقلل مراكز المطافي عشان يكون عندنا المدن آمنة اكثر، بس بندفع اكثر. مواصلات العامة الباصات نسويها ببلاش، وهاي ما سويناها نحن، بس الامور شوي ها يعني تكلف. الضرائب مثلا ترفع عليهم الضرائب، ممكن ترفع الضرائب، بس طبعا انا شو بسوي، رفعت الضريبة بالغلط، الضريبة هاي راح تزيد المدخول وايد. بس اذا هم مش مستانسين، مستوى السعادة عندهم قليل، يا ويلك يا ويلك ويلها. فالحين نحن شو بنسوي، انا ابى اطرش لهم حق استهلاك الريسايكلينج. ليش؟ لان اول شيء حق البيئة، بيقلل التلوث اللي عندنا في المدينة، وشوي يعني بت شو اسمه، بتخفف علينا الزبالة. وانت بكرامة، لان احنا كل مرة اصلا شو مشكلتنا، ياسين نبني مال زبالة وياسين تنترس عندنا الزبالة على كل مدينة. عشان شوي نقلل هالشي، بنسوي ريسايكلينج وبتشوف الاثر ماله. الحين شغلنا، كان عندنا جلب 27,000 ترى من ساعة، فالحين خللناه، بيخل عندنا، بيزيد فعالية. شوفوا على طول صار في الأخضر، الناس قامت تسوي ريسايكلينج، هنا قاموا يسوون تويت، ما يقولون تويت يعني، بس يعني صديقنا عصفور وكل شوي خبر جاينا، فأنا بسميه تويت على كيفي. فالحين الناس بتبدأ تستانس أكثر. ليش؟ لأن استوى عندهم البيئة أنظف. خلنا البيئة أنظف، قلنا وعلي مو مشكلة البيئة أنظف، زين فلوسك تقل، الانكم مالك يقل، فانت في مقابل خدمات لان سعادتهم ترتفع. الحين شوي بنزل سعادتهم، انا الحين شو ابى اسوي، ابى ازيد عليهم الضرائب، بس على منو؟ على الناس اللي دخلها شوي عالي، لا لانهم عندهم فلوس، انا افكر فيها عندهم فلوس، وبرفع ضرائب على المكاتب، بقللهم شوي الاحتياج، بينزلون شوي. خلاص احنا سوينا هالشي هذا، ممكن نسوي شغلات ثانية. الحدائق وغيره راح يرفعون قيمة الأرض اللي عليها. الحين احنا اللي نعرفه، دام في عندك حديقة في هالمكان، واحدة من الأسباب على فكرة أنا كنت أحط مال تنس طول اليوم، طول الحلقات، وأقول مال كرة السلة مثلا، إذا عندنا هني حديقة ولا ملعب كرة سلة و غيره، شو يسوي هالشي؟ هاي شيء يزيد قيمة الأرض، الأراضي اللي حول المبنى هذا. خلاص الحين عندنا قيمة الأراضي قاعد ترتفع، هذا سبب أساسي يخلينا نحن نبغى قيمة الأرض ترتفع، لأن إذا قيمة الأرض ارتفعت في اللعبة، أنت شو تسوي؟ تزيد عدد السكان، تزيد المدخول، تزيد كل شيء، المباني تتطور أكثر. شوفوا من بديت أحط حدائق، المباني قامت تتطور بشكل أكبر، وقاموا يطلعون فوق. شوفوا الحين زاد المدخول مالنا، زاد المدخول، نتابع درجة السعادة مالتنا، مال المدينة، سعيدين مستانسين مش مستانسين، شو السالفة، شو المدخولين عندنا هني. التكاليف، لأن تكاليفنا جدا عالية، خاصة أعلى تكاليف عندنا هو التعامل مع شو، المهملات. المهملات جدا مكلفة. شوفوا الحين نحن ندخل 31,000، ونحن نصرف بير ويك 130,000، لازم نرجع الفلوس شوي.
تبون الناس تتطور، تبون الناس كذا. انا هذا اخليه في العادة نفس ما هو. في العادة اذا استوى عندي احتياج كبير اني انا اقوم واصير ارفع الافشنسي مال المبنى ارفعه، بس في العادة ما ارفعه لان اصلا تكلفة ممكن انزله في حالة الطوارئ، بس مش ممكن ارفعه في الاوضاع الطبيعية، لان افضل ابني مبنى. لان لاحظت اصلا مثلا اذا بنيت هني للمهملات ولا اللاندفل والارض اللي تبني فيها انت يقوم فيها الوسخ هذه، اذا تبني مثلا وايد منها في منطقة واحدة ما يوصل بعدهم يحتاجون، لازم كل مكان يكون قرين. حتى لو قرين بتحتاج قريب منهم مكان تعق نفايات، وما تبى انت الناس تسكن عند تلوث. انا اللي ابى اسويه الحين اتبعت هالخطة قبل، في الاجزاء اللي قبلها ابعطي هو اللي هو السموك ديتكترز بعد ممتاز، بس ما اقدر اعطيهم كلهم مرة واحدة راح يكون مصيبة. الحين هذا بيزيدني 25% على التعليم. التعليم اصلا كم قاعد ياخذ مني التعليم؟ التعليم قاعد ياخذ مني 13 ألف، يعني بيزيد الكوست مالي على التوتل 25. تتكلم عن 3000، 3000 وايد مش شوي، لان هني بينقص عندي 3000، بينزل دايركت في المدخول مالي. بس يستاهل، لان التعليم دائما يحتاجونه، وكثر ما يتعلمون كل ما يزيد عندنا قوة المدينة اللي نحن نتعامل وياها. انزين، كان someone recommend good hearing protection, this all noise is driving me crazy. زين، في حد جالس يشتكي من الحشرة، من pollution، نقدر نتعامل معاهم بعدين، نتعامل بعدين مش مشكلة، بنشوف شو مشكلتهم بعدين. بس ارضاء الجميع صعب، بس التويت هذا اللي فوق وايد مهم. يمكن انا ما ذكرت هالشي قبل، بس محتاجين عنهم كثر ما تقدرون. شغلة ثانية، عشان نحن نزيد عدد الناس الحين اللي رايحون اللي رادين، بنسوي ابجريد مهم اللي هو هذا. الحين نحن اللي عندنا هذا فور لين، حلو. يوم اي احطيه في ساوند بارير، اذا لازق في المدينة حلو تحطيه، بس انا بهذا سرعة الشارع 100 وعدد السيارات اللي بتي اكبر، لان الشارع وسيع. بس الهاي واي شوي اسهل ما غيره، لان بمسك بدايته احطيه على بجريد، هذا يفرق وايد في عدد الناس اللي رايحة ورادة. طبعا هذا ممتاز، بس المنطقة اللي ما عندنا كنترول عليها صعب. هذا مخرب عليه، اذا مخرب عليه شوي مو مشكلة، انا افضل اني اكسره. مثل ما قلنا قبل احنا وفرنا ميزانيات، ف ما منه فايدة الواحد يبخل في ميزانية مقابل انك تزيد انك، لان في النهاية انت راح تزيد شو مدخولك بالامور هاي، انت تزيد المدخول، لان الناس كل ما تي اكثر عندك كل ما يكون اقوى مدخولك اقوى كمدينة. وايد مهم. انا اعتقد اني خربت شارع توه، بس عادي، نحن دام اننا على بجريد نقدر نعدله دايما. فالحين الابجريد هذا مهم، فاللي عنده ابجريد نفس هذا. طيب هذا هني المشكلة، يوم نسوي خدمات وعقب التين شوي مشكلة، هذا يسمونه البوتل نك. الحين راح يسوي لي أزمة بعدين. أنا أحب أسوي أول شيء بشكل عام كلهم أبجريد، مش لازم كلهم ترى، حتى لو مثلا نسوي على المداخل في العادة ولا أماكن الزحمة. يعني لو أنا أصلا المفروض أتصيد أماكن الزحمة، وأنا الزحمة عندي كلها هني على المدن مش في المدن الثانية. شوفوا هني مثلا الزحمة، خلاص نفك العالم من الزحمة اللي عايشينها، خلاص شوف خلوها تمشي، امشوا امشوا. تبون الناس هاي تفتك من الزحمة اللي هم عالقين فيها. انا حتى لو ما نسوي ابجريد حق الشارع الثاني عادي، اوكي مو مشكلة، بس هني في شو يفرق ويانا اذا سوينا ابجريد؟ هذا في عزل للصوت والحشرة، بيكون حلو حق المدينة اللي هي عنده، تفرق ويانا وايد. برد نوصله مو مشكلة، هاي أمور سهلة. فهاي تفرق. مثلا عندي هذا، يا طالع هذا صعب أسوي له بجريد، لأنه مسوي عليه مال سيارات، لأن لو سويت له
رفعته مثلا لست لينات راح اتوهق ما عندي ست لينات حق منو، شوفوا حق سيارة هذا يقطع مسار السيارات مالي. يا ليت كانوا سووا ست شوارع بالسيارات كان بيكون حلو، بس ما ظني ست شوارع اصلا الهدف ماله داخل المدينة، يمكن الحد الخارجي للمدينة وداخل ما عليه حتى لو تزدحم شوي، بس يعتمد على مستوى الميزانية ولا الدخل. الحين دخل عندنا رد ارتفع، انا بوفر لهم شوي خدمات قبل لا اضرب عليهم ضرائب، بس بضرب عليهم ضريبة اول شيء، بضرب الحين ضربنا على المكاتب على هذا وعلى نبى الهاي دنسيتي كوميرشال، حط عليهم كلهم ضريبة، بس في نفس الوقت بنعطيهم شو مواصلات، سوري بعطيهم مواصلات لانهم مستوى السعادة مالهم بتنزل، بتشيك على الماي الحين هذا راح ينقص كم مالي شوي. منو عنده مشكلة ماي؟ ما اشوف حد عنده مشكلة ماي. اذا استوت مشكلة ماي بتوهق مطافي ببندون. اوكي هذا ليش زعلان؟ هذا هني ياس يتشكى من ماي، يعني عنده مشكلة ماي. ليش عنده وايد ناس ميتة هني؟ اوكي في واحد ميت، بس في وايدين ميتين هني، مش واحد ولا اثنين، وايدين. انا منقص من هايل؟ لا مش منقص، موجود عندهم، ما عندهم مستشفى؟ عندهم هايل، ما عندهم مساكين وما يتشكون. الشكوى ممكن من اي صوب ترى، يعني مش انها لازم انت تكون مسوي شيء، بس في احتياجات عمهم بيتمون يحتاجونها نفس كنا للابد يعني. خلاص انت لازم تكون حاسب حسابك. لحظة هنا السالفة، هني هذا فنان، هذا بعيد حشرة عن الكل، ما يسوي حشرة حق حد. عندك كهرباء؟ بس بنشبككم في بعض، وإذا عندك كهرباء زايدة هني ما بنستغلها بس لهذه، لا ببني هني أصلا، محتاج أنا أماكن تجارية شوي، بس هني لازم يكون في ناس، وعنده مباني تجارية. ثم قال المباني التجارية ما تضايق نفس السكنية من الصناعة، فبنحط شوية صناعة هني، محتاجين صناعية الجماعة اللي هني، نحط شوية تجاري زيادة. كنت بحط مكاتب بس أعتقد أعتقد إني محتاج اسم أكثر حاليا حق المكان هذا. الحين زدنا الانكم مالنا، ونحن موفرين خدمات وموفرين شو موفرين السادة. Our city needs to be ruined and those ugly oil pumps. متضايقين الحين من هايل، لان هايل قاموا يتلامسون مع السكان، شوفوا متضايقين وايد وايد، فأساس ان نخفف اللاند فاليو. شوفوا الحين هذا كله يفرق، تأسس تدفع الناس فلوس، وندفع الناس فلوس يبدأ الحساب حتى كلعبة، يعني كلعبة الناس يبون لهم حقوق صح؟ الحقوق هاي انه ما يكون مثلا انها مسوي لهم تلوث وما عندهم خدمات وما عندهم ملاعب وما عندهم شيء، ويستضرب عليهم الضرائب راح تكون معاناة، خاصة معاناة. دي مشكلة، حد يحب يلعب تنس زين، نحط لهم، بس هذا وايد مساحة بياخذ مساحة وايد. حاليا انا ما خططت، كنت حق حديقة هني، هاي وحدة من اخطاء المنطقة، لو كان تخطيطها عدل ما كنت احتجت اني اقعد اهدم وابني.
هذا مكان اصلا فاضي ما حد مشتغل لنا. خلنا نشوف. ايوه ركب بالضبط. عندهم مشكلة وايد جثث عندهم. شو سالفة الجثث معاهم؟ ما يموتون يموتون. هل المشاكل الصغيرة اللي تفرق في المدخول؟ يعني يمكن تكلف زيادة، يمكن تقعد تحسب تكلفة المبنى اللي قاعد تبني ولا الشيء اللي قاعد تسويه، بس نحن خلاص إذا بنطوف 70,000 لازم تكون مدننا مستقرة. إذا ما وصلنا استقرار في المدينة مصيبة، بس في وايد ناس قاعد تموت. بس من شو مات؟ في معلومات زيادة لو يوفرونها في اللعبة تكون فيري نايس. أنا مثلا أنا بأذكرك على الشخص هذا، بعرف شو ذبحه، شو صار فيه، شو المشكلة اللي كان يعانيها. أنا كيف أنا ممكن أعدل المشكلة موجودة هني، وصعب إني أتبع المشكلة في كل تويت. مثلا هذا، شوف هذا شو كان يقول. feeling full of energy. ليش مستانس عند حديقة جديدة؟ good كلمة. oil reserve and electricity if not us. هاي في ناس مستانسة على البترول. ليش الناس تستانس على بعض البترول؟ ما حد كان يقول لي، ما حد كان متوقع مثلا ان يكون عندنا بترول. المهم الحين زدنا عليهم الانكم، زدنا عليهم هالسوالف، نبى ازيد عليهم المنطقة التخصصية مالنا، اللي هي اللي يذكر قبل ان احنا قررنا هالمكان راح يكون مكان بترولي. ليش مكان بترولي؟ لان اول شيء بنسوي ان احنا بومبنج بترول كوسيلة طاقة تبعنا البترول، وثاني شيء نوحد الامور. وثاني شيء يوم اخترنا الخريطة في البداية كان فيها بترول، فإذا أنا عندي من المورد كان من مورد البترول جيد، فليش ما استغل البترول نفسه؟ الحين اللي بسوي بكبر منطقة صناعية مال البترول. أتمنى أن كل الخدمات توصل لهم. لا لازم يكون عندهم عيادة، لأن إذا ما عندهم عيادة الحين ندخل في المصايب. إذا ما عندهم خدمات لا بد يكون عندهم خدمات. الحين مثلا ما نبي البترول مالنا كله يحترق. الحين خل أول شيء خلهم يطلعون، خلهم يطلعون بالطريقة هاي. وبسوي المكاتب اللي هني، بعد بسوي المنطقة في المنطقة البترولية، بخلي هاي المكاتب التجارية تخصصها بترول. استوى عندنا نحن مرفأ، استوى عندنا ميناء، فاستوى عندنا حلو انه يكون عندنا شو اماكن مكان متخصص شوي نكبره. واصلا اذا وصلنا قريب ان شاء الله راح نطلع اللي هي كيف تسوي النووي. نسوي ان شاء الله مصدر الطاقة النووي اللي هو المفاعل اللي موجود عندنا. هذا عندنا الشرطة، ما عندنا منطقة بترولية وما فيها شرطة، ما يصير. بنوصل هذا بعد في الشارع العام، لازم في الشارع العام. الشارع العام رد يكبرنا في مجال ان هالمكان يكبر بسرعة. بعد هنرجع للضرائب، كل شيء متعلق بالضرائب. الحين المدخول تحافظ عليه مع ارتفاع سعادة الناس. الحين شو بسوي انا؟ ابى ازيد المنطقة هاي، المنطقة تخصصها بترول، حطينا بترول، ابى كل شغلهم شو في البترول هاي، حتى صناعية اللي شوية هني حطهم في البترول. مع السلامة. عندنا بعد نقدر ندخلهم في دائرة البترول. كان عندهم بزنس تاني غيرناه ترى، لا تستغربون اذا في مباني تهدمت ولا مباني شوف اختفت. هاي مش شغلها بترول، المكان يستوي شغله بترول يتغير شكله. شوفوا المصنع نفسه شكله مصنع بترول. في انواع لزون، انواع انواع انواع. بس الحين يوم نحن بنسوي نغير منطقة لازم هني نبدأ هذا الموضوع كله. ممكن نسوي شيء اللي هو التشجير بعد عادي، يعني نطلع خشب، نطلع غيره حق الصناعة الثانية. إذا أنت الحين سويت صناعة نفسها، يعني تبغى أنت مثلا ممكن أنت تقول لا أنا أبغى محلات هاي مثلا هاي تخصصها بترول، ممكن تسوي له زونينج هني، تاخذ عليه زون تقول أبغى بترول، أبغى أنا أبغى هالزون هذا على فرشاة صغيرة مثلا، أبغى هالمحلات اللي تحت هاي
شو بس حق تجارة البترول، شغلها بترول، مثلا هاي الشركات الأجنبية مالك للبترول أو غيره، عندك الناس اللي تبي تستثمر تجيب تحط عليه بترول خلاص استوى هايل. بعد من ضمن تخصصاتهم بترول. نظريا هذا كيف يشتغل، والمنطقة عندنا الحين أي مصنع جديد بيطلع بيطلع حسب احتياج البترول، يمكن ما يطلع مصنع على طول سيدة، بس أنت تبغى مصنع بترولي. وبين هذا هي أعرف أعرف في مشكلة في الوصلات هنا، يعني قلنا نفس ما قلنا في الحلقة يقولوا بس في مشكلات. هاي ما يعرف يسوي الريسايكلينج، ما يعرف يسوي اي شيء عن الريسايكلينج، خله لين تفيدنا. لو كان عندنا بس هيئة للتعليم عن الموضوع هذا كنا ارتحنا. انزين سيتي بلاننج هذا مقابل مبلغ انت تدفعه على كل بيت ولا كل بزنس موجود ويتغير، يعني انت تدعمهم بفلوس اساس الناس تتطور. انا منو ابي يتطور؟ ابي الحين البزنس الصغير يتطور ولا البيت يتطور. ما نفرض ان احنا بنسوي الهاي تك غالي شوي، بنسوي السمول بزنس، تشوفوا الانكم الحين 39,000، بندعم المشاريع الصغيره اللي موجوده في المدينه هاي. دعم المشاريع راح يزيد كميه المشاريع على فكره، يعني بشكل جميل يكون في دعم حلو. بس انا محتاج دكاكين، تراني محتاج دكاكين ومحتاج اوصل مايك المكان. فشو بسوي لاني محتاج دكاكين؟ تراك ميت عند المقبرة تروح مشي؟ لا لا ميت عند المقبرة ما يروح مشي. انزين نت انف شو؟ انزين هيررز يبقى هيررز هيررز. انزين ثيتر اوف وندر، نحن عندنا مدينة هني، هالمدينة فيها مدينة فيها كذا فيها كذا فيها كذا، انا بأسوي لهني في الوسط مدينة، فببدأ على اساس الوسط هذا كم المدينة ثيتر اوف وندر يكون مكانه حلو هني. يعني فهذا موضوع التاكسيشن، بعدين بسوي بنبني المدن بوصلها في بعض. المواصلات مهمة، الناس تتنقل، عندها دوامات عندها غيره. مثلا احنا هنا للحين ما سوينا مترو، سوي لكم مترو. المترو من المواصلات المهمة، تقريبا كل انواع المواصلات هنا مهمة. تحط المترو النفق يوصل المترو مترو ثاني. انا عندي مترو في هالمدينة هاي وصلتها بنفق، عندي مترو في هاي المدينة. يعني اذا واحد ما عنده سيارة مثلا كيف يتنقل؟ تسوي له نقاط توقف فيها، لان النقطة اللي يبنى فيها العيد زين انه يقدروا يتنقلون بين المدن، يروح الوظيفة اللي يبغاها. طبعا تقدر تشوف كل حد يتنقل من المينيو ماله، مش قضية. يعني في المترو مثلا مونوريل هذا اللي فوق، شوف كمية الناس، كمية كبيرة من الناس تتنقل فيه. من فوق بعدكم مترو، شوف كم واحد قاعد يتنقل هني، 500,000 نفر ياسي شلة اسبوعيا، مو بشوية، كمية كبيرة. تو حطينا خطوط الجديدة يبالها شوي وقت لين تاخذ ناس، لين الناس تعود عليها. فالضريبة مهمة ودعم المشاريع مهم، ينقص المدخول لكن شوي تحتاجه، لانه احنا ضارب على كل، لازم نوفر خدمات، لازم نوفر خدمات. ما بمنع التدخين بس بسوي الحدائق، لان عندي سياح الحين بدأوا السياح يجون بشكل ملحوظ. السياحة بشكل ملحوظ شيء جميل، بس خلنا نزيد شوي دكاكين دام اننا موجودين وموجودين. عارف انا جاي بالعيد في الشوارع بس ما عليه، كانت الخطة شي جنونية شوي، كانت في لحظتها خطة جميلة، بس الحين شوي الخطة مش وايد جميلة، لأن الناس تشكى من الشوارع. إذا ما تشكوا على الشارع بيحصلون شي ثاني يتشكون عليه، ما عليكم.
الناس تحب تتشكى. انا اشوف رموز سرقوا الطريقة هاي الأمار وكسرت بيوت على الفاضي. احاول احصل طريقة اني ما اسوي وايد وصلات، لانه شو المشكلة اذا ما في توصيل هني في الوسط مثلا؟ خدمات مرة، في خدمات ما راح توصل. شوفوا الحين كيف استوى، شوفوا الخدمات تبدأ توصل. نحط المطافي زيادة ولا ما اظن بيحتاج الكثر. نحط لها مباني تجارية دام في مكان وفي مجال. هذا مباني تجارية لين تحت مرة. عندنا مكاتب، عندنا هذا، هاي المكاتب. نرجع المنطقة البترولية نشوف شو استوت. طبعا تبدون تلاحظون البيوت تتغير، كل شيء يتغير. شوفوا الحين مصانع قامت تفتح صغيرة كلها حق البترول، كلها معامل مشغل قامت تفتح حق البترول من التخصص والضريبة. قامت يا صديقي في عندكم مليون مال زبالة هنا، مليون واحد. انت عشان تعرف يعني مليون واحد، عندكم ريسايكلينج وعندك وايد طرق انكم ممكن تلعبون. يعني ليش هني بدأ يستوي شوي زحمة؟ ها معناه المدينة قاعدة تكبر بشكل حلو. الزحمة حلوة في المدينة، تستوي زحمة معناه شيء زين، معناه المدينة عايشة، مش المكينة مدينة. فهذا باختصار موضوع الضرائب وموضوع البوليسيز. فإذا شفتوا أي شيء يتغير مع الوقت، المفروض تكون تعرفون شو قاعد يستوي الحين في المدينة عندي، لأني محتاج إنهم يتطورون، محتاج إنهم يتطورون. وين عندي مشكلة بيبنا؟ حاشرني من زمان. زين هني اوكي، هذا المدينة الجديدة حطينا عليها مي. الماي بروح موضوع ثاني، خلينا نحطي كم مصنع ماي عندي. والله الكثير الكثير، بس هايل مستمتعين بالماي بروحهم. توصيله هاي تفرق، لان الحين هذا اذا عنده احتمالية بس ياس يوصل لهاي المي، ما ياس يوصل لك المي اذا عنده ماي زايد. يعني خلينا نحط الماي هني. تصور بحتاج كهرباء؟ لا عنده كهرباء، ها كلهم ما عندهم كهرباء اظن. مصر اوكي وفرنا ماي. وهذه المدن الجديدة، وهي مدينة الخارب، وهي الضرائب. هتشوفكم في الحلقة الجاية، وإن شاء الله بيكون سوي مطر.